المفروض والأجدر من السيد رئيس الحكومة أن يكون التوجه باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وبنفس الوقت أن يعرف مدى العلاقة ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة، ومدى تأثير إذا اتجه العراق باتجاه عقد هكذا اتفاقية كبيرة جدا، وهل هذا بهذه الطريقة إذا عقد العراق اتفاقية مع الصين وبالتالي سوف نخسر شريكنا الرئيسي في البلد اللي هم الولايات المتحدة الأمريكية. كان السيد رئيس الوزراء قبل أن يخوض في بنود هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم، هي لحد الآن هي مذكرة التفاهم وليس اتفاقية، هي التوقيع بالحروف الأولى. طيب، كان المفروض للسيد رئيس الوزراء أن تكون لديه فكرة واستراتيجية بهذا الموضوع، لكن نحن نتوقع أن السيد رئيس الوزراء لم يذهب إلى الصين بإرادته، وهو أكيد يعرف بإرادة من؟ أنا أعتقد أيضا كان هناك تأثير خارجي من جهته. قال الباحث